ريما، الفالنتاين بتحتفلوا فيه بيعني لكم، يعني بتعتبروه هيك محطة حل مهمة بتوقفوا عندها؟ لأنه في ناس بيعتبروه إنه عادي مثل مثل غيره. نحن عادي كثير، إذا لو ما أصحابي بيبعتوا لنا جاتو أو شوكولا أو شيء أبدا بهيدا الشيء سلامين أبدا منه رومانتي. ما بيحكيك، ما بيتغزل فيك، ما بي بلا بيحكي كثير حلو، بيتغزل كثير حلو، بيحكي حكي حب حلو، بس دايما بالوقت يلي يعني ما بكون ابدا متوقعة ابدا بيطلع حكي وروعة. بس هيك بالاعياد وبالمناسبات ما كتير، يعني مثلا ولا مرة بحياته مثلا هديني وردة او بوكي ورد ولا مرة. بس بالمقابل بتقولي له بتعتبيه، يعني بيعني لك انت الموضوع. بالبداية كنت عاتب، بعدين مثلا بلاقي مثلا بحب يهدي كاميرا، بحب يهدي اتيفي، بحب يهدي سكيدو، وحتى بكادوياته عملي يهديكي شيء لحتى تنبسطي فيه تمارسي فيه هوايه تعملي. بقول له ما اشتريت لك ولا وردي ولا اشتري لك. انت تعودي، لان انا ما راح اغير عادتي. يعني ما بتوقف انا عند هالشيء، في مضمون، في حكي حلو، في قلب حلو قد كل الورد بالدنيا بقى. حلو. بقى فالنتين يعني عيد حلو كتير، ومنعيد ان الله راد يعني بعد يومين كل يلي رح يحتفلوا فيه، وان كان حب او محبة جامعة الناس ان شاء الله بضل وبيقوى بيكون يعني دايما مناسبة فرح ان شاء الله. اكيد نقول هابي فالنتاين لكل اللي عم يسمعونا اليوم الصبح. طيب شو اول هدية تلقيتيها من سلامي الفرنجية؟ اول هدية كان من بعد ما كنا تعرفنا على بعض، يمكن بعد شي 3 اسابيع او شهر، سافر ووقتها جاب لي ساعة. كانت ساعة بعدك بتفضي فيها؟ ايه. مع انه انا هلا ما بقى البس ساعات. انا من شي سنتين اخذت، عملت مثل نوع من بلشت هيك قرار وتحول لندر. ليه؟ انه ما بقى بلبس ساعات او اي شيء مجوهرات، انه بس المحبس يلي بلبسه هذا الشيء الوحيد. بقى هيدي الساعه محتفظ فيها. عندها قيمه كبيره معنويه. اخذت ندر انه ما بقى تلبسي مجوهرات؟ ايه. وكنت كثير حب الساعات الكبيره الرجاليه. ايه. كنت يعني كنت اقشط سليمان ساعات والبس دائما. بعدين شو التحول يعني؟ ليه اخذت هالقرار؟ التحول بدت صرت قريبه من الناس، واذا بدك مثل نزلت على الارض وعيش مشاكل الناس. صرت مثلا اذا يجي حدا يطلب مني تنقول قصه مدرسه او مساعده. ومثلا في مطرح فيكي وفي مطرح ما فيكي، بدك تقولي لا، اطلع مثلا الاقي حالي لابسه مثلا شيء، قول انه انا عيب، يعني كيف انا لابسه هذا الشيء بحق هذا، يمكن قادر هذا الانسان يعلم ابنه، وهذا انا شيء حديد حطيته شو بقدم او باخر. فوقت عملت شغله، يعني انه قسم كبير من الاشياء قدمتها تحت هيك، وسلمان شجع على هذا الموضوع. حلو. بقى خلصت يعني علاقتي مع هالقصص هونيك. اثرتينا كثير عن جد. لا مش خلصت، وهلا اريح يعني متحرره منهم، ومع انه انا ماني ضد يعني هذا الشغله حلوه. المجوهرات بحلوا الستات، وايام في منهم مثلا بكونوا وارثينها من امهم او من ستهم او هيك، بس انا عندي وبي يعني بي اوكي من سليمان. صرت بهذا الشو. يعني عن جد هلا كثير حلو الشيء اللي عملتيه والشيء اللي قلتيه. اكيد يعني هلا كل الناس تاثروا بال مش بس بالحكي، بالفعل يلي انت فيه ريما. عن جد حبيبي. شو المكان المفضل لكم لتقضوا عطلتكم؟ حسب الموسم. يعني نحن دائما بنحب نسافر. ايه كثير بنحب نسافر وقت في مجال. يعني بالصيف بنسافر بالبحر، بالشتاء بنطلع كثير على الثلج. سفر وين ما كان، يعني سفر حلو، بنحب نكتشف العالم مع بعض. في مطاري حب تتذكريها بترجعك لأول أيام علاقتكم، تحسيها كتير هيك حميمة وقريبة منك؟
يعني اول ايام علاقتنا كانت سريه مع وضع امني. اي مظبوط. ما طارح كثير. انه اذا بدك اول سفرات يعني يمكن هيك على اوروبا بالبحر، لما بتروحي بتصيري بنص البحر يعني في انت والبحر والسماء، يعني كمان فيه في بيريح كثير. الحمد لله مطرح ما نكون، مهم نكون مع بعض كتر خير، مش مهم المحل. اكزاكتلي. شو طب شو نوع مثلا بتروحوا على مطاعم؟ قلتي لي عايشين حياتكم ككوبل بشكل عادي، يعني التنقل هين بشكل عادي على الصعيد الشخصي، بس بشكل استثنائي مع الوضع الامني اللي فارض حاله بلبنان. يعني نحن قلنا 5 سنين ما رحنا على مطعم بلبنان. ايه وكنا كثير نحب. انا بقدر اروح وحدي ما في مشكله، بس هو للاسف يعني حاله حال كثير من السياسيين بلبنان. ان شاء الله يعني اذا شويه استقرار بيكمل بالبلد هذا الشيء بيقدر يخليني يتحرك ومرتاحين اكثر. كمطاعم هلا ما عم نقدر نظهر. بياكل اكل من ايدك؟ برضو اكل من ايدك؟ لا. انا شاطرة بالشغل، كل المطارح الا بالمطبخ. الا بالمطبخ. فيرا هلا صار عمرها 2 سنين ونص تقريبا، 4 اشهر. كيف بتقضي وقت كتير معها لفيرا؟ كيف متفقين يعني في تفاهم على طريقة تربيتها او تارك الامور لإلك؟ لا هو يعني بعد هي يعني بوجودها بعد بالبيت، بعد ما بتروح انقضت 2 سنين بتروح على المدرسة، بوجوده هو كمان يعني كل شغله بيعمله معظم شغله من البيت، بقى في وقت بتقضوا وقت سوا كتير. هلا هو بحب انها تكون قريبة من الطبيعة، بحب انها تكون قريبة من الحيوانات يعني ما تخاف منهم. هو مرة قلت له انه انت شو بتحلم انه فيرا كثير بس تكبر؟ قال انه اذا قد ما كنت قريبه من الطبيعه بتكون مرتاحه مع حالها، وبحلم بحب انها تكون بيئيه يعني تهتم بالبيئه. هلا انا من مقابل بحب انها تحب الموسيقى والرقص والرسم. واذا قلت له انا لا بحلم انها تكون كاتبه، برجع قال لي مش مشكله هيك بتكون كاتبه بتكتب عن البيئه. لقيته يعني قسم مشترك. قسم مشترك. اهم شيء نشبعها عاطفي ونشبعها هيك تكون يعني قريبه من الناس، ومنعلمها تحب تعطي وتحب تشارك. وبدأت تعمل مثل ما بدها يعني الكاريير اللي بدها اياها. احنا وجبتنا هلا نعرفها على كل شيء، وبعدين هي بتنقي بقوة الله حياتها. ريما فرنجي انا يعني كثير عن جد كنت سعيده بهذا اللقاء معك، مع انه كنا حابين تكوني معنا كمان بالاستديو كمان. ان شاء الله بيكون في عنا لقاء بوقت قريب. الله راد ان شاء الله، والله يقويكي، وهابي فالنتاينز لك ولكل المستمعين، وان شاء الله يا رب الحب والمحبه بيضلوا جامعين كل اللبنانيه، وبتكون هيك بداية صفحة جديدة للبنان كلها خير واشياء حلوة. ان شاء الله نحن كمان بنحملك كل سلاماتنا لسليمان بيك، وكمان لكل اهالي صغارتها. وصل. وانا بدي خص بالذكر جوال حاجة زميلتنا كمان، ولانه كثير ساعدتنا. علمتها بتساعدنا دائما. وميرسي لك، والله يقويكي على صوتك الحلو وعلى بروجرامك الحلو، وان شاء الله كمان لصوت المدى كل النجاح لكل المستمعين. ميرسي كثير يا مفرنجية. ميرسي لكم. ميرسي، تشرفنا كثير بصوتك وحضورك. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.